السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة فكرة لبكرة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية مهشة بالشمر واليانسون، يا رب تعجبكم. هي بسم الله ما شاء الله جميلة قوي وسهلة. تعالوا بينا يلا نشوف مكوناتها. احنا زي ما قلت لكم هي سهلة وبسيطة واقتصادية، مش مكلفة خالص، وخصوصا لان كل المخبوزات او المعجنات بقت غالية جدا. تعالوا نشوف بقى مكوناتها. انا قلت هعملها بالشمر واليانسون، والشمر واليانسون طبعا عارفين كلهم يعني ريحتهم حلوة قوي، كلنا عارفين يعني ومفيدين جدا، وهيدوني القرص طعم حلو قوي، ريحة جميلة. انتي تقدري تستخدمي لو مش حابة تستخدمي حبة البركة او السمسم، او تعمليها سادة. القرص بتاعتي انا مش هعملها ولا بلبن بودرة ولا لبن سايب ولا بزبادي بس ولا بسمنة. لو حبيتيها تعمليها يعني تزودي زبادي ممكن، وتقللي المية، او لبن بودرة، بلاش لبن سايب علشان ما ينشفلكيش القرص، تمام؟ ده لو حبيتي تضيفي حاجة تانية يعني لبن او زبادي او لبن رايب او لبن بودرة، لكن لبن سايب ما انصحش. اول حاجة معانا لازم الدقيق يكون مغلف كده، ده كيلو دقيق. انا بستخدم دقيق الكوثر، بلاش دقيق سايب في المعجنات والكيكة والمخبوزات والبيتزا، يستحسن الدقيق المغلف. تاني حاجة معايا ده كيس خميرة جافة فورية، ده 12 جرام دريم، صراحة حلو جدا بيخلي العجينة بتاعتي تنجح وترتفع بسهولة يعني، وحلوة. معايا معلقة ملح ممسوحة، معايا نص كوباية سكر، سكر عادي تمام، ومعايا كوبايه الا ربع زيت. انا هاخد نص كوبايه زيت بس، والربع كوبايه بدهن بيه الصواني اللي هعمل بيها. ومعايا الشمر ده شكله، ومعايا ينسون، شمر على ينسون الاتنين مع بعض زي ما هما كده، مش هحمصهم ولا حاجه. تعالوا نشوف. اول حاجه هنخلط المكونات الجافه بتاعتي مع بعض، معلقه الملح الممسوحه والخميره الفوريه، ده ظرف قلنا 12 جرام مكتوب عليه كده. لو 10 جرام لقيتي نوع تاني 10 جرام يستحسن تجيبي منه كيسين، بس انا استحسن يعني تاخدي تستعملي اللي هو دريم، حلو قوي يعني بيرفع لي المعجنات حلو قوي في البيتزا وفي القرص حلو. وبعد كده السكر، وهقلب واحط اليانسون والشمر وهقلبهم مع بعض. وبعد كده هنزل بالميه الفاتره او الدافيه، فترة جدا ما تكونش سخنة، وهقلب معايا لغاية ما العجينة تبقى طرية وسهلة كده يعني، شوية بتلزق معاكي عشان العجينة تطلع طرية، دي اهم حاجة. والزيت في الاخر خالص بعد ما اعجن بالمية، انزل بنص كوباية الزيت، اعجن معايا لغاية ما يبقى شكلها متماسك وحلو كده زي ما انتم شايفين. بصوا طري، مش بيلزق بقى ولا اي حاجة، لا بقى جميل. وهغطيها فوطة واسيبها في مكان ترتاح معايا، وهتعلى لغايه اخر الطبق ان شاء الله. اهي بصوا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر، يعني جميله جدا. وبصوا ارتفعت ازاي لغايه اخر الطبق، لو سبتها شويه كمان ترتفع اكتر، بس انا كفايه قوي عليا كده، حلو قوي. وهبتدي اشكلها بقى زي ما انا عايزه، تمام؟ هي طالعه معايا طريه وحلوه، هي من غير بقى زبادي ولا لبن ورايب ولا اي حاجه، انت حابه تضيفي براحتك. هعجنها واشكلها، هشكلها معايا قرص على ايدي عادي، بكور واطبطب عليها، ابططها كده زي ما بيقولوا، وهبتدي ارصها في الصينيه بتاعتي، تمام؟ انت تقدري تفرديها بالنشابه بتاعتك وتعملي اشكال براحتك اللي انت عايزاه، بس انا ده ابسط حاجه يعني اهو. وهنا سبتها ترتاح، لسه هي ما ارتاحتش، هسيبها ترتاح 5 دقايق يعني. هبتدي ادخل في الفرن اللي عملته الاول، يعني لو هعمل صاجين اللي عملته الاول هو اللي هحطه. في حاجة بسيطة، انا عندي دي معلقة سمنة، اي نوع سمنة يعني، سيحته وهبتدي ارش نقطتين كده على وش القرص. انا بصراحة ما بحبش احط على القرص بتاعتي ريحة البيض، ما بحبهاش، ولا الصفار ولا البياض، معلي برضو ما بحبهمش. فهبتدي احط السمنة وهتديها ريحة وطعم يعني ما اقولكوش جنان. وهغرز بالشوكة كده. ايه فايدة الغرزة دي؟ اولا يعني عشان ما تيجي تتنفخ في الفرن ما تعملش وش ناشف كده ويبتدي اوبا يفرقع يعني. فانا هعملها كده، بغرزها بالشوكه زي ما انتم شايفين،
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني طلعت روعة روعة روعة، جميلة وريحتها ما اقولكوش تجنن. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هي طالعة بص لسه سخنة، انا اول ما بطلعها من الصاج في حاجة صغيرة كده عايزة اقولكم عليها، بغطيها في فوطة، بحطها في طبق وغطيها في فوطة علشان ما تنشفش معايا. بصوا انا هحاول اقسم لكم واحدة، مع انها بصوا سخنة وطرية اهي، فانا لازم اغطيها في فوطة عشان ما تنشفش، وتقدري تشيليها بعد كده وانت مغطياها عشان ما تنشفش منك. بصوا طرية ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني جميلة جميلة.